النهارده العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون. ده بيخلينا كده نفكر في أهمية الجهود اللي بتبذلها الدول للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث. الموضوع الخاص بالتلوث ما بقاش مسألة محلية تخص دول، لكن دي مسألة كونية العالم كله بيهتم بيها. مصر طبعا كانت من أوائل الدول اللي اتخذت خطوات حقيقية في مجال مواجهة مخاطر التلوث والحفاظ على البيئة من خلال مشروعات مستدامة، ومن خلال كمان توظيف الطاقة النظيفة، إلى جانب طبعا المبادرات اللي هدفها الحد من زيادة المخلفات وإيجاد حلول بيئية عاجلة في الفترة الأخيرة. شفنا كمان حملات كتيرة مميزة زي مبادرة 100 مليون شجرة اللي بتهدف لخلق بيئة خضراء آمنة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والمساهمة كمان في مواجهة الاحتباس الحراري اللي بقى يمثل تحدي كبير للعالم كله في الفترة اللي احنا عايشينها. جمال، خلينا نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع. معانا على التليفون دكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئيه وتغير المناخ، عشان تعرف منه اكتر على ابرز التطورات في ملف الحفاظ على البيئه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وبعد التحيه، يعني واحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للحفاظ على طبقه الاوزون، دايما طبقه الاوزون اكتر معلومه واكتر كلمه مرتبطه بيها في اذهاننا هي فكره الثقب المتواجد في طبقه الاوزون. خلينا نعرف من حضرتك دلوقتي ايه الحاله اللي وصل اليها في هذا الوقت الحالي، واهميه اصلا طبقه الاوزون بالنسبه للارض. الحقيقه خلينا نقول ان العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للاوزون اليوم اللي هو 16/9 احتفالا باول بروتوكول عقد في مجال حمايه طبقه الاوزون، وده كان سنه 1987. والحقيقه ده الاتفاق الوحيد اللي وقع عليه كل دول العالم، 197 دوله، والاتفاق الوحيد اللي وقعت عليه كل الدول. الحقيقه طبقه الاوزون بتوجد في الطبقه الثانيه من طبقات الغلاف الجوي. عندنا الطبقه الاولى اللي احنا عايشين عليها بيسموها التروبوسفير، الطبقة الثانية ستراتوسفير، ودي على ارتفاع من 15 كيلو لغاية 35 كيلو من سطح الأرض. الطبقة دي الحقيقة عبارة عن إيه؟ عن الأوزون. الأوزون ده عبارة عن ثلاث ذرات أكسجين بيتحدوا مع بعض بيديني O3. الأوزون ده الحقيقة له ميزة كبيرة جدا، ربنا عمل لنا فلتر طبيعي يحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية. الشمس بتطلع نوعين من الأشعة اللي هي تحت الحمراء وفوق البنفسجية. التحت الحمراء اللي هي بتسبب لنا الدفء والضوء، التحت البنفسجية فوق البنفسجية دي أشعة ضارة جدا، بتسبب السرطان، بتسبب عمى، بتسبب تغيرات وراثية عنيفة لو الإنسان تعرض لمثل هذه الأشعة. عشان كده ربنا عمل لنا هذا الفلتر الطبيعي. ايه اللي حصل في هذا الفلتر الطبيعي؟ طبعا نتيجه استخدام الانسان لحاجه اسمها الفريونات. الفريونات دي عباره عن ثلاث حاجات مرتبطين ببعض، فريون اللي هو فلور وكلور وكربون، واحيانا البروم واحيانا اليود. المجموعه دي كلها مع بعض بتستخدم في التكييفات عشان تبرد الهواء، في الايروسولات، في المبيدات، كل دي بنستخدمها العالم. وطبعا مع كثره استخدام العالم لهذه المواد في هذه الأجهزة الكبيرة جدا، هذه الغازات ابتدت تطلع لأنها أخف من الهواء، فلقت طبقة الأوزون فوق، فابتدت من صفات هذه المواد أن هي تتفاعل مع طبقة الأوزون فابتدت تاكلها، وعشان كده سببت ما يسمى مجازا بثقب الأوزون وتخلخل طبقة الأوزون. هو ده اللي حصل في مشكلة الأوزون. طيب الدور المصري بقى لمواجهة هذه المخاطر البيئية المختلفة اللي حضرتك اتكلمت عنها، في اهتمام طبعا عالمي بيها، وفي اهتمام للدولة المصرية إطلاق العديد من المبادرات من ضمنها مثلا 100 مليون شجرة وغيرها من المبادرات. حابين نتعرف من حضرتك على أبعاد الدور المصري في الحفاظ على طبقة الأوزون والحد من التلوث البيئي. الحقيقه مصر وقعت على تعديل بروتوكول مونتريال، وهو تعديل بيسموه تعديل كيجالي، ودي هذا التعديل حصل انه 80% من الدول يجب خلال 25 سنه ان هي تخفض هذه المنتجات الضاره بنسبه 80%. مصر الحقيقه عملت دور رائد جدا، وعاوز يعني اشرح حضرتك وكل المصريين ان مصر نجحت في التخلص من نحو 99.35% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وده يعني يمكن ما حصلش على مستوى العالم. فمصر النهاردة بنتكلم إن هي ما عادتش خلاص هتنتج المواد دي، ويبقى كمان في استهلاك لهذه المواد، وبالتالي مصر نجحت بشكل كبير جدا في الحد من مشكلة
ياكل طبقه الاوزون، وده كمان هيعمل حاجه مهمه جدا، هيدينا حوالي 18 مليون و20 الف طن وفره في غاز ثاني اكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهره الاحتباس الحراري. وبالتالي مصر بتقوم الحقيقه بجهود رائعه جدا في هذا المجال، ونجحت على مستوى العالم في تحقيق حلم العالم ان هو يتخلص من مشكله طبقه الاوزون. وكمان يمكن عاوز اقول ان لو صارت السياسات العالميه نحو الحد من هذه المشكلة، سنة 2066 هتبقى تقريبا المنطقة القطبية انتهى تماما والتأم ثقب الأوزون، وكذلك أيضا 2045 المنطقة القطبية الشمالية هينتهي فيها هذا الأثر. وبالتالي ده بارقة أمل للعالم إن هو يتخلص من مشكلة كبيرة بفضل تعاون العالم في هذه المشكلة. يعني الحقيقة أن مصر يعني زي ما حضرتك قلت يا دكتور اتخذت الحقيقة خطوات كبيرة جدا في هذا الملف، يمكن أكبر الدول الاقتصادية والصناعية لم تقم بها بعد، ولكن برضو يتبقى دور على علينا إحنا شخصيا لازم نقوم بيه عشان نقدر كمان أن إحنا نساعد البيئة أنها تتعافى مرة تانية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ.